سب الدهر أو الكلام على الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المقلب والمصرف، فهذا هو اعتقاد أهل الجاهلية الكفر الأكبر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الثاني محرم وسفه ونقص في العقل، وهو أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والمصرف والمقلب للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، كأن يقول لزوجتي مثلا أسود يوم في حياتي يوم التقينا، هذا أسود يوم، يوم أسود. الثالث خبر محض، يقول هذا يوم عصيب، هذا اليوم شديد البرد شديد الحر مثلا، جائز.